الو. مساء الخير يا نايبة. يعني كده اهلا مع المستشار، ده زوجي. عامله ايه؟ الحمد لله، ده زوجي المستشار تحياتي محمد ليك يا الاشرف. مع المستشار، وشرف واضافه تواصلك معانا. مش شرفنا الاتصال. محمد الاشرف الرئيس محكمه استئناف القاهره، مشرفنا. ويعني انا مش عاوز اقول كده، تقريبا دي اول صدفه تجتمع فيها السلطه القضائيه بالسلطه التشريعيه، ده حقيقي؟ تمام تمام، شرف واضافه. بيكملوا بعض بس يا فندم. طبعا. طب بيبقى فيها مع المستشار مناوشات في البيت ما بين يعني هذه السلطتين في شوف اوعى تقول لا. ست النائبه بتقول اوعى تقول لا. صح. لا لا، ازاي؟ احنا دايما بنتناقش ونناوش لتصويب الخطا. لكن بيصب في مصلحتنا احنا يعني المواطن يعني، فدي فرصه نستثمر لوجود حضرتك. انا عايزه اقول لحضرتك هو أكيد. مش عشان معايا على التليفون المستشار محمد الاشرف ده، على فكره زوجي ابن عمتي. صعيده بقى يعني. لا ده زوره الاصل كله يعني. فهو كمان كان يعني دايما مع الوالد، فاكتسب خبره سياسيه كبيره جدا. صحيح. طبعا علاقاته مع اهل الدايره كبيره جدا جدا. حقيقة. بالنسبه ان هو لازم الوالد طيله يعني فترات يعني حياته. رصيده، ربنا يكتب له يعني خير. سياده المستشار، بلا مجامله لشخصك الكريم، حضرتك سيرتك عطره يعني. هو انا تعلمت طبعا سياسه من خالي الله يرحمه، والد رحاب. وبعدين انا كنت ضابط شرطه. صح. اصلا يعني قعدت 10 سنين ضابط شرطه، واشتغلت منهم 7 سنين في شرطه مجلس الشعب والشورى. صحيح. فكنت بدخل القاعة مع الأعضاء قبل يناير، فتعلمت أسكلت سياسيا كثيرا جدا يعني. وطبعا ده كله كان بيصب في مصلحة أهل الدايرة عند والد رحاب يعني. والله انا بحيي حضرتك، لان انا عارف ان البيت اللي بيبقى فيه حد قائم بالعمل الخدمي، الجميع يدفع ضريبته. يعني مثلا احنا كنا لسه بنتكلم مع سيادة النائبة، بتقول ان حماد حضرتك تحملت الكثير والكثير، فوراء كل امراه عظيمه رجل عظيم بهذا هي القدر. هي استاذته على فكره. كمان يعني ماما. هي استاذته، هي معلمتي. اطلع انا بقى من الموضوع. لا هي استاذته. ربنا. فهي ربيتني برضو يعني. وتعلمت منها برضو سياسيا كتير برضو، لان هي كانت ملمه بالسياسه جدا في على نفس المضمار ونفس الخدمات بتاعه الناس وكده. قيمة القضاء عليا، ولكن دلوقتي احنا هنطلب مطالب من نائب الشعب. حضرتك بصفتك مواطن مصري طيب ليك مطالب من نائب الشعب اللي موجود معانا في طريقي. هو يتفاعل مع الناس ويتواجد بين الناس. الناس مطالبها بسيطة، واحنا بنقول يعني دولتنا دولتنا في ظل القيادة الرشيدة أحسن من غيرها بكثير. كفاية إن احنا بنلاقي السلع موجودة، بنلاقي سكر، بنلاقي زيت، بنلاقي شاي، بنلاقي معظم الحاجات اللي احنا عايزينها متوفرة. فأنا شايف إن احنا أحسن من غيرنا بكثير، إذا كان في كبوة في بعض الأحيان، لكن أنا شايف الدولة بصراحة بتتغلب عليها. ونواب الشعب يوضحوا الكلام ده للناس، لانه برضه في ناس شويه مش عارفه الحاجات دي، فالمفروض على نواب الشعب التواجد بين الناس وتوضيح المفاهيم دي، انه دولتنا ايا كان في كبوات لكن احنا احسن من غيرنا بكثير جدا 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 جدا. صحيح. هو معالي المستشار على فكره، المستشار اشرف، هو دايما على فكره بينزل معايا طبعا. طبعا دايماً. يعني لما بيبقى ما عندوش محكمه بينزل معايا، لاني انا لو كان في اي مشوار بره، رايحه اعزي في مثلا يعني احتفاليه او كده، بيبقى موجود في الدوار. الله. في استقبال طبعا الناس، لان كل الناس تعرفه طبعا. يعني هو عايش طبعا المرحله، فهو داعم ليا. الكلام ده مفرح جدا ومطمئن كمان. نموذج محترم شخصك الكريم ومعالي المستشار، وكل ده برضه بيصب في مصلحتي. اولا اجعله في ميزان حسناتكم، صب في مصلحه المواطن البارحيه لما بتلاقي يعني سيده جوزها داعمها والعكس. هو ده اللي احنا عايزينه، النموذج الصالح. لا ده بفضل الله يعني. بفضل الله وكرم الله طبعا، ربنا يديم عليكم. ده هو حتى لعلم حضرتك، انا يعني احيانا لما يعني ببقى طبعا يعني في الجلسات او بعدين ببقى الف على الوزارات، فاحيانا ما بطبخش. الحمد لله تعالى. لسه انا هتكلم بقى. والله كان فيها معالي المستشار
تقصير ولا حاجه، فيعني نظره والله انت عارف يعني. لما اسارع اني انا اطبخ وكده يقول لي يعني بصراحه ربنا يبارك فيه يقول لي ما تتعبيش نفسك مش عارفه نجيب طب اكل من بره. ربنا يحفظكم يا رب. فيعني لا بصراحه والله. طول عمره داعم ليا. انا الموضوع ده مش مرهق فيه جدا خالص. هو اي حاجه يقول لي ماشي، موجوده ما بتفرقش يعني. صح. الحمد لله. بس هم الولاد اللي عايزين يطبخوا يقولوا لي لازم تعمل لنا اكل. ربنا يخليه لكم كده، واحنا يعني ان شاء الله تعالى دايما تعيشوا كده في امان وسلام، وتحياتي لشخصك الكريم وان شاء الله على عمل التواصل. ربنا يخليك يا فندم، فرصة سعيدة جدا. شكرا معالي المستشار، شكرا، تحياتي ليك.